طبعا قبل البدايه جايب لكم متجر قطب من افضل المتاجر اللي بيع الحسابات النادره، قسم خاص في الحسابات النادره، وقسم خاص بالسيزون الثاني بشكل عام، وقسم خاص في العشوائيات. واللي بتميز متجره انه عنده جميع انواع الحسابات النادره، طبعا كل حساب سعره فيه، وعنده الرقصه الهنديه بسعر مميز. بتشتري الرقصه بيجيك الكود، بتستخدمه داخل الرابط الموجود هون وعلى طول بتجيك الرقصه، غير انه عنده دعم فني متكامل وموفر اغلب طرق الدفع وكل شيء بسهوله. فطبعا رابط المتجر بيكون في الوصف. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا يوم مقطعنا راح يكون عن بطولة جديدة اللي فيها جوائز متنوعة لكل الناس. وطبعا شباب قبل بداية مقطعنا اتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع ومو مشترك بالقناة اتمنى ان يشترك فيها وفعل زر الجرس، واتمنى اهم شيء دعم المقطع بلايك. وطبعا لا تنسوا شباب انكم تستخدموا كود الدعم YZYZET، بيكون دعم كبير الي وبس، ربي يسعدكم على كل شيء. وخلونا نبلش مقطعنا. طبعا بالبداية فكرت البطولة بس انه راح تكون على السكن اللي تشوفوه قدامكم. طلعت البطولة الجوائز فيها اشياء خرافية جدا، فيها اشياء خرافية بمعنى الكلمة. فنصيحة مني لكم انكم تتابعوا المقطع للنهاية لانه في اشياء مهمة لازم تعرفوها. فراح اشرح كل نظام بطولة مع النقاط وكل اشي بخص البطولة بنفس المقطع، فاتمنى انكم تستفيدوا من هذا الاشي. بالنسبة لمقطع امس نزلته بالنسبة للفي بوكس، وقلت لكم التحديات تعملها بالجيم وبترجع بتشيك على الموقع. في ناس بعثت لي صور انه الموقع ما يحسب او معلق، فالمشكلة ممكن تكون تعليقة بنظام الحسب، فاتوقع ان مجرد تعليق وفجأة راح تنحل. خلينا نحكي عن بطولة اليوم. بطولة اليوم راح يكون اسمها فري فورتنايت كاب، كأس الحرية لفورتنايت، بتحركوا يا عربي وانجلش نفهم. هذا البطولة تشوفها قدامكم راح تكون 23 اغسطس اللي هو بعد بعد يومين، اليوم 21/8 راح يكون 23/8، يعني اليوم الجمعة راح تكون يوم الاحد، راح تكون يوم الاحد. تدخل عندك على اللعبة عند البطولات بيكون مرسوم شكل البطولة واسم البطولة، تمام؟ حلوين لهون. شوفي كمان اشي مهم لازم تعرفوه، انه الفوز بالبطولة راح يكون في اكثر من جائزة، ومن الجوائز الرئيسية راح يكون السكن اللي تشوفوه قدامكم، وراح يكون الكاب اللي تشوفوه قدامكم. هذا الكاب كيف كاب حقيقي او قبعة حقيقية، اذا فزت فيها بتصلك على بيتك، راح يشحنوا لك اياها على بيتك. هاي احدى الجوائز اللي لسه في كمان جوائز ما حكيت عنها. تفاصيل البطولة هذا اهم شيء، اذهب الى تبويب المنافسة داخل اللعبة، مثل ما قلت لكم بيكون مكتوب اسم المنافسة او بالانجلش اللي هي كومبيتيتيف اتوقع، هذه هي او كومبيت تاب، انتوا عارفين قصدي عنها. بتفوتوا عليها بتشيكوا عليها بعد يومين، بيجيبوا لك التاريخ ومتى راح تبلش بالساعة، يعني تكون بلش عندك. وبقول لك نافس كلاعب فردي فيما يصل الى 12 مواجهة، يعني 12 جيم، يتم احتساب النتيجة وفقا للتالي. الاكتف تايم يعني هون خلينا نحول انجلش الاكتف تايم، بعطوك نقطة واحدة لكل 3 دقائق وانت بالجيم، يعني انت بالجيم كل 3 دقائق تمشي بتاخذ نقطة، كل 3 دقائق تمشي بتاخذ نقطة وانت بالجيم، لكل كل نقطة، والفوز 10 نقاط. والحلو بالموضوع انه السكن هذا بعطوك اياه اذا جبت بس 10 نقاط، يعني الكل راح يحصل على السكن بمضمون 100% بس حصل على 10 نقاط بتاخذ السكن. نكمل معلوماتنا شوي شوي. زي رائع لذيذ وغنم اجهزة. شو كاتبين تحت السكن هون؟ بلاير اكروس اور ريجونز، او من اول سيتلقى اللاعبون عبر كل المناطق اللي بيحرزوا 10 نقاط زي رجل النفوذ الحامض اللذيذ. الحامض اللذيذ يعني الناس اللي بتجيب بس 10 نقاط تحصل على السكن، سواء فازت فوز او سواء جمعتها من الاول اللي هو ضلك كل 3 دقائق تاخذ نقطه او كل كل. يعني موضوع الزي او السكن مضمونه انكم تحصلوا عليها لانه سهل، بس جيب 10 نقاط بالبطوله نفسها. الجائزه الثانيه راح تكون الكاب او القبعه اللي قدامكم، سيحصلون اللاعبون ذو اعلى نتائج عبر المناطق، يعني اللاعبين اللي بيجيبوا 20,000 فوق نقطه عالميا بيحصلوا على قبعه اسمها فري فورتنايت القابله للضبط، وهذه قبعه حقيقيه سنرسلها الى منزلك. يعني هاي القبعه لو فزت فيها بتجيك على بيتك، بس بيحصلوا عليها اعلى النتائج، الناس جابت نتائج عاليه اللي هم اللي بيجيبوا 20,000 نقطه عالميا. وايضا سنمنح، ركزوا لي هون، 1200 قطعة من أجهزة الألعاب اللي هي هاردوير جيمنج، راح يوزعوا 1200 قطعة لعبة، منها لابتوبات، منها بلاي ستيشن، منها اكس بوكس، ومنها نينتندو سويتش على العالم حسب النظام اللي بوريكم اياه هسه. ركزوا، بقول لك فقط لأنك عاجز عن اللعب على اي او اس، يعني بقول لك لأنه أنت مش قادر تلعب اللعبة على الايفون أو اي او اس بشكل عام،
لا يعني عدم وجود اماكن رائعه اخرى. يعني بقول لك بالعقل، اذا ايفون او الابل ما بدهم يشغلوا لعبتنا عندهم، ما لا يعني انه ما في اجهزه ثانيه حلوه، مثلا مثل البي سي، مثل البلاي ستيشن، مثل الاكس بوكس، مثل جوالات ثانيه. فهم قرروا عشان هذا الاشي، يمكن ممكن ما تنحل بينهم وبين الاي او اس، فقرروا انهم وزعوا 1200 قطعه العاب، ومنها لابتوب واشياء انك تقدر تلعب اللعبه عليها. بقول لك كن احد افضل 1200 اكل تفاح عالميا لتربح احد هذه الجوائز. اتوقع البطوله يكون فيها تفاح بالارض، لو التفاح اللي بالارض عرفتوه اللي بيزيد دمك. افضل 1200 واحد بالعالم بوكر تفاح اكثر هو اللي بحصل على الجوائز. وهسه بحكي لكم اياها بشكل احسن. الجوائز هذه هي شباب، هذه هي الجوائز: اللابتوب والسامسونج والجوال ون بلس والبلاي ستيشن 4 برو والاكس بوكس 1 اكس والنينتندو سويتش. هذا اشكالهم. هذا اللابتوب الاول، جوال جالاكسي تابس اس 7 هذا هو، وعندك الجوال ون بلس 8 هذا هو كمان، بيعطيك 90 فريم بالثانية، وعندك بلاي ستيشن برو هذا هو كمان تعرفوه، والاكس بوكس 1 اكس كمان هذا هو تعرفوه، النينتندو سويتش. هذه الاشياء اللي حكينا عنها راح توزعهم فورتنايت حسب نظام اكل التفاح، بفهمكم اياه كمان شوي. يعني اول شيء قلنا السكن، ثانيا الكاب او القبعة، ثالثا الجوائز اللي هي 1200 قطعة راح توزعهم على العالم حسب اللي بوكل تفاح اكثر. للاطلاع على تفاصيل كاملة روح عند الرولز. انا رحت على الرولز هذه هي قبل ما نروح نتأكد في شيء تحت. طيب هي نظام الرولز او القواعد الخاصة باللعبة. بنترك كل اشي وبننزل على اللي هو قلنا نظام النقاط. قلنا الفوز 10 نقاط، الكل بنقطة، كل 3 دقائق بالجيم بنقطة. نظام اللي هو المراكز الرانك. سيرفر اوروبا من مركز 1 الى مركز 8000 بيحصل على الكاب اللي هو اللي تشوفه قدامكم، اللي هو اسمه فري فورتنايت سواج هات، اللي هي الكاب او القبعة فورتنايت راح تصلك على البيت، لان هذه قبعة حقيقية. اللي بيجيبوا 10 نقاط بيحصلوا على السكن اللي هو اسمه تارت تايكون ان جيم، اللي هو سكن التفاحة الخايسة طبعا، بس سكن خرافي لانه 10 نقاط بس، حسبها 10 نقاط ايزي. يعني بقول لك افضل 240 لاعب اللي باكل تفاح جميع جلسة البطولة، يعني جلسات البطولة بتكون اكثر من جيم، اكثر افضل 240 لاعب باكل تفاح بالبطولة كاملة بيحصلوا على احدى جوائز جيمنج هاردوير اللي هي لابتوب، جوال، ممكن فهمتوا علي بلاي ستيشن، اكس بوكس، نينتندو، وهكذا واحدة منهم بيحصل. افضل 240 لاعب بوكل تفاح بجيم واحد برضو بيحصل على جيمنج هاردوير اللي هو احد الاجهزه اللي تشوفوها قدامكم. سيرفر الامريكا الاثنين نفس الشيء تشوفهم قدامكم، هذا من 1 ل 5000 باخذ القبعه 10 نقاط السكن. افضل 150 هون وهون بيحصل على قطعه هاردوير، ونفس الشيء هون بس هون من 1 ل 2000 وهون 60 لاعب فقط اللي بيحصل على قطعه الهاردوير. البرازيل انسى ما علينا. اسيا افضل 1000 من 1 ل 1000 بيحصل على الكاب بالبوصلك للبيت 10 نقاط بتاخذ السكن. افضل 30 لاعب بوكل تفاح بالبطوله كامله بيحصل على قطعه هاردوير اللي هي اكس بوكس، لابتوب، بلاي ستيشن. افضل 30 لاعب بوكل تفاح بجيم واحد بيحصل كمان على واحده من هذول اللي وريتكم اياهم. وعندك الميدل ايست، وهم شيء انه عاملين لنا 1000 مش بس 250 او 125 زي اول، 1000 الحمد لله. انا من وين راح اشارك باوروبا لانه بنقي باوروبا كويس. المهم جماعه ميدل ايست من 1 ل 1000 الكاب اللي حكيت لكم عنه بيوصلك للبيت 10 نقاط بتحصل على السكن. افضل 30 بوكل تفاح بالبطوله كامله بيحصل على بلاي ستيشن، لابتوب، جوال جالاكسي، ون بلس، اكس بوكس والاشياء هاي. وافضل 30 لاعب بوكل تفاح بجيم واحد برضه بيحصل على واحده من اللي وريتكم اياهم. او هذا الشهر كله دلع من فورتنايت، دلع عن جد عن جد. فورتنايت صدمتنا صدمة كبيرة. أول مرة خفضت في بوكس، وزعت لنا في بوكس، أمس سوت زي فعالية جديدة على في بوكس برضه، وسوي بعض التحديات وبعطوك في بوكس، وشوف اليوم بعد يومين راح أكون في بطولة سكن وكاب يصلك لبيتك، وأجهزة 1200 جهاز منهم لابتوبات، منهم أجهزة جالاكسي تاب اس 7، منهم جوال ون بلس الجديد، بلاي ستيشن برو، اكس بوكس 1 اكس، نينتندو سويتش. انا حتى لو ما ربحت شيء من هذول الاجهزه، على كل حال انت بتربح السكن على طريقه مضمونه، لانه بس بده منك 10 نقاط. الكاب بيعطوك اياه اذا كنت من ضمن المراكز من 1 ل 2000.
الكاب بيكون اذا كان مركزك اتوقع من 1 ل 2 او افضل 2000 شخص بيحصلوا على الكاب اوروبا. ميدل ايست افضل 1000 شخص بيحصلوا على الكاب، وبرضه بيحصلوا على اللي تشوفها قدامكم، وممكن كمان يحصلوا على جيم هاردوير. يعني ممكن انت تكون خرافي وتجيب ضمن افضل 1000 مركز مثلا، تكون ضمنهم بتحصل على الكاب، بتكون جايب فوق العشر نقاط بتحصل على السكن، وبرضه بتكون ماكل تفاحة كثير بتحصل على اي جهاز من هذه الاجهزة. تخيل واحد يفوز بثلاث اشياء ففورتنايت وبس سامي. طبعا صار لي ساعة بحكي تعبت، فاتمنى من كل واحد فيكم يقدر تعبنا بهذا المقطع وبهذا الشرح، انه ينشر المقطع بكل مكان، حاب الكل يعرف معلومات عن هذا البطولة، لانه البطولة شوي معلوماتها معقدة، لان كله مكتوب داخل الموقع. في ناس ممكن ما تفهم، في ناس فكر بس سكن يعني. لا، شرحت لكم كل اشي بتخص البطولة، فانشروا المقطع بكل مكان، خلي الكل يستفيد. وطبعا شباب هدفنا التالي راح يكون 600,000 مشترك، باقي 20,000 ان شاء الله نوصلها. فاتمنى من كل واحد فيكم جديد على القناة انه يشترك فيها وفعل زر الجرس، وبس لا تنسوا كود الدعم YZYZET استخدموه في الايتم شوب. وبس ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامة.